سنة 1952 في السويد بدأ البروفيسور برانك مان أبحاث استمرت ل 15 سنة على مادة التيتانيوم، لما اكتشف مدى إمكانية تآلفها والتصاقها بالعظم البشري وطور منها زراعات الأسنان اللي بدأها سنة 1965 واللي اعتبرت أحد أهم ابتكارات العلم في طب الأسنان الحديث، واللي حصل بسببها على عدد كبير من التكريمات والجوائز، كما حصل على أكثر من 30 منصباً فخرياً في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية. أهلاً بكم النهاردة لحوار ولقاء من طراز خاص، لقاء من المستوى الأعلى في عالم طب الأسنان. ضيفي العزيز واحد من المبدعين في هذا المجال، والحقيقة أنا بسعد جداً بحواره العلمي الراقي والرائع جداً، وبينفرد بأسلوب دقيق في الغاية في التوصيف، والكيس ستادي تسمعوها كأحسن ما يكون النهاردة مع واحد من سوبر ستارز هذا المجال، ضيفي العزيز الأستاذ دكتور كريم إبراهيم. الماشين ما بتشتغلش لوحدها، دايما في حد بيشغلها، وبالذات في نقطه الديزاين. افكار الناس عن الزراعه ساعات بتبقى غلط خالص. مش معنى ان انت فاقد مثلا 12 سنه انك هتحط 12 زرعه. في انجلترا يحاكموا الدكتور اللي يعامل مريض السكر اكنه اقل من اي مريض عادي. في تخصص نقدر نقول اهم في طب الاسنان علميا، مفيش حاجه اسمها كده. اعلى تريتمنت اوبشن في العالم في تعويض الأسنان هو الإمبلانتس، هو الزراعة. نسبة السكسس ريت بتتخطى 95%. الأستاذ الدكتور كريم إبراهيم زميل الكلية الملكية لتجميل الأسنان جامعة إيدنبرا، استشاري التركيبات الثابتة لتجميل الأسنان، المدرب المعتمد ببرنامج الزمالة الدولي لتجميل الأسنان. ضيف العزيز دكتور كريم، اهلا بيك ومنورني، وهذه زياره جميله بنسعد بيها. عايزك تقول لي الاول قبل ما ندخل النهارده عن الزراعه ونستمتع بحوارك فيها، تكلمني على الحاجات اللي انا قلتها دي. طيب احنا لازم نبقى متفقين ان الباد هابتس موجوده في كل المجتمعات. يعني واحنا في انجلترا كان عند الشعب الانجليزي في باد هابتس لازم نتكلم فيها، وكان يبقى دور طبيب الاسنان التوعيه. يعني كنا نعمل حاجه اسمها سموكينج سيزيشن ادفايس، الناس اللي بتعمل تدخين بشكل غزير او هيفي سموكرز او اللي بيندغوا التبغ زي الانديانز، لازم يعني نوصل لهم فكره ان الهابت دي ليها اضرار معينه. الالكوهول درينكر او الناس اللي بتشرب كحوليات بشكل كبير، ففي كل مجتمع عندنا عادات سيئه، لازم دور طبيب الاسنان او دكتور الاسنان ان هو يعني يوجه الشعب ده وثقافه الشعب ده انه يبعد عن العادات دي. منها العادات اللي حضرتك قلتها، وبتبقى متواجده شويه في الجلف ايريز اكتر، دول العربيه اكتر شويه، بيبتدوا يحاولوا يعملوا في لسانهم البيرسينج، الحاجات اللي هي بتتحط في اللسان وما شابهه. واحنا دورنا ان احنا لازم ننبه ان الحاجات دي هتاثر جدا على فانكشن الحاجه اللي انت بتعملها، يعني هتاثر على اللسان، هتاثر على الاسنان او النطق او فلازم نبقى عارفين ان اعمل الهابتس اللي انت شايفها كويسه بس من غير ما تاثر عليك. النقطه بتاعت قطم الاظافر دي نقطه مهمه جدا. احنا دايما كنا في انجلترا نقول ان الاسنان ليها وظيفتين، ابتسامه والاكل، ملهاش اي وظيفه ثالثه. ما تحاولش تعمل بيها حاجه ثالثه، يعني ابتسم بيها وكل بيها كويس، ما تحاولش تستخدمها اي استخدام اخر، ما تقطعش بيها حاجه، ما تعملش بيها ضوافرك، لان في قصافه ممكن تقص بيها ضوافرك ويو ار سيف. لكن فكره ان انت تستخدم اسنانك في وظائف تانية بتعرضها دايما للخطر. فحطها قاعده كده ليك، ابتسم وكل بالاسنان، غير كده ما تفتحش بيها حاجه، ما تقطمش بيها حاجه، لان ده ممكن يضر بيها بشكل كبير. حلو قوي. طيب قول لي بقى، تمن بيكون غالي، ان السنة بتفقد، صح؟ صحيح. ازاي طورتوا الزراعه فبقت الزراعه بعد ما كانت رعب وعالم مجهول في طب الاسنان وصلت دلوقتي الى انها رفاهيه؟ والله هقول لحضرتك حاجه دكتور ايمن، انا في بريتش بقالي فتره بتكلم مع البيشنت بتوعي ان احنا تخطينا مرحله الاساسيات. يعني احنا كان دايما من سنتين قبل ما نبدا الدكتور وقبل ما نبدا نتكلم في المواضيع دي بدقه شويه، كان البيشنت يجي خايف من الزراعه، من الالم، خايف من الوجع، يقول انا حالتي مش هتنفع للزراعه. بنينا ثقافه للناس على مدار السنين اللي فاتوا، فبقت الناس خلاص فهمت
وانا باكده تاني عشان اللي نسي او اللي ما سمعناش قبل كده، ان يا جماعه على مدار اخر سنتين مثلا عمر ما عيان اشتكالي من الم في الزراعه. يعني عشان الناس اللي قاعده تتفرج علينا ياخدوا الجمل دي، والفيصل بيني وبينك الكلينيك عندي في بريتش، يعني لو جيت لي حاسبني على الجمل اللي انا بقولها. الزراعه ما فيهاش الم تماما، انسى فكره ان انت تروح الكلينيك وبتفكر في الزراعه وتفكر معها الم. مفيش يعني الالم ده اقل بروسيدير بيظهر فيها الم هي الزراعه. عندي في الاسنان يعني انا عندي حوالي 16 قسم مثلا، اكتر قسم ما بخافش منه خالص ان العين يتقلم هو الامبلانت، الزراعه. الزراعه تاني حاجه احنا نبهنا على الناس ان فكره الحاله الصحيه بتاعتك مش هتاثر خالص على الزراعه الا في حالات دقيقه قليله نسبتها لا تتعدى 1%. يعني مفيش مريض سكر دلوقتي يجي يقول لي انا عندي سكر فمش هقدر ازرع. احنا اتفقنا معاكم ان احنا نقدر نزرع مع السكر عادي خالص، لكن الكنترولبل اللي هو انت راجل بتاخد الدواء بتاعك وبتروح للدكتور فتقدر تيجي تزرع بشكل مبسط، وعمليه الزراعه بقت ابسط ما يمكن. حتى الوقت اكدنا ان الوقت بتاعها بسيط جدا، 10 دقائق ربع ساعه في الظروف الطبيعيه هتكون خلصت الزرعه بتاعتك. وانا بتحاسب على الكلام ده، يعني الفيصل بيني وبين البيشنت اللي بيسمعنا الكلينيك عندي، انا جاهز انفذ ده من بكره معاك. فدي النقط الاساسيات. الحمد لله مشاهدين الدكتور بقى الثقافه عندهم عاليه جدا، وبيجوا لي فهموا ده وعرفوه من كتر ما كررناه وانا اكدت عليه وحضرتك بتاكد عليه، ان فهموا ان الزراعه دي هي الوسيله المثلى ان ابدا بيها اعوض اسناني اللي فقدتها. طيب ايه الجديد؟ ازاي طورنا في بريتش؟ ايه اللي احنا جايين نتكلم عنه؟ هي اللقطه دي. يا ريت نرجع تاني. ارجع يا باشا. يعني ارجع لي بس ثانيه. ايوه النقطه دي قبل ما تحط العظم وبعد ما حطينا العظم. اللي احنا عملناه ده يا دكتور اسمه سوكت بريزرفيشن. يعني ايه سوكت بريزرفيشن؟ احنا دلوقتي لما بنيجي نزرع بنحط حاجه تمثل جدر السنه، ونمثل بتحط حاجه تمثل الطربوش. فانت خلاص كده عوضت سنتك. امال ايه التطور اللي في تيم بريتش بالذات وعندنا في الكلينيك ابتدينا نشتغل عليه؟ حاجه اسمها الجي بي ار. اختصار ايه الجي بي ار ده؟ اللي هو البون اوجمنتيشن والممبرين. ايه ده؟ ان انا مش عايز المريض بتاعي بما اني بديله رفاهيات كتير يخرج بسنه بس، انا عايزه يخرج بشكل فك كويس وبشكل وش كويس. ودي انتقلنا لمرحله تانية خالص. يعني المريض كان هيحاسبني قبل كده على ايه؟ عندي سنه ماسكه كويس في طربوش باكل عليه، انت كده يا دكتور نجحت. لا، في بريتش ما بقتش ده مقياس النجاح بالنسبه لي. بقى مقياس النجاح ان بعد ما المريض يزرع ايا كان زرعه واحده او زرعه 10، ان شكل الفك بتاعه جيد، شكل انتظام الفك بتاعه شبابي. فبالتالي احنا ابتدينا نعمل عمليات تدعيم للعظم بتاعه الفك في الاماكن الضعيفه عشان نحافظ على حاجه تانية غير الاسنان، شكل الوش. ودي تفرق جدا، ودي المرحله اللي انا بقيت احاسب فيها الديبارتمنت بتاع الزراعه عندي. بحاسبهم على ايه؟ الزراعه جيده، خلاص دي نقطه تخطيناها والناس كلها عارفيننا وعارفين ان احنا السكسس ريت بتاعنا عالي جدا. تعال احاسبك على شكل اللثه حوالين الزرعه عامل ازاي، حجم العظم حوالين اللثه عامل ازاي، شكل وش المريض بقى عامل ازاي. دي المرحله اللي احنا بنتكلم فيها. فابتديت ادخل في قسم الزراعه. احنا كنا مره دكتور شرحنا ان احنا عندنا مين المتخصصين في قسم الزراعه اللي بيشتغلوا؟ الراجل المسؤول عن وضع الزرعه، الراجل المسؤول عن وضع الكراون اللي هو التركيبات. ابتديت اضيف ليهم دكتورين لعلاج اللثه فقط. بيعملوا ايه؟ بيشتغلوا ان بعد ما الزرعه تتحط يبقى عليها سكنس كويس من اللثه، اللثه حجم اللثه اللي موجوده كويسه، وحجم العظم حوالين الزرعه داير ما يدور جيد. فبالتالي ابتدى المريض ياخد مني خدمه افضل، وده اللي احنا بننافس بيه دايما بره مصر، ان احنا نشتغل على وضع رفاهيات للمريض اكتر من اللي هو كان بيتوقعها قبل كده. زي حاله العظم دي انا شغال عليها بقالي سنه، وعيانين بريتش بقوا يكتشفوا وييجوا يقولوا لي ايه؟ احنا مبسوطين قوي ومش فاهمين ليه مبسوطين بعد الزراعه، مع ان لما كان عندنا اسنان ما كناش حاسين نفس المتعه دي او الشكل ده. ليه؟ نتيجه ان اللثه والعظم اللي حوالين الزرعات اتعدل وبقى شكله احسن، فبالتالي المريض خد فيفربل اكتر او خد ميزه اعلى. وده بيفرق في الشكل جدا، فارق السماء من الارض. واسال فيها دكتور ايمن على مدار 3-4 سنين فاتوا الناس اللي عملوا زراعه،
ونسال فيها كمان دكاتره التجميل نفسه بالظبط، ان هو هيلاحظ انه من غير فيلر ولا من غير، انا ماليش دعوه بالفيلر والبوتوكس ده دي المرحله اللي بعد كده. انا بقول لك من غير ده الوش نفسه مالها بالظبط، الوش يعني نفسه سيمتريته كويس. الدكتور بتاع التجميل اللي هيعمل لك فيلر وبوتوكس بعد كده هيستفيد جدا باللي انا عملته، ممكن يقول لك مش محتاج، وهتفرق صعوبه الحاله بالنسبه له من سهولتها من اللي انا عملته. فاحنا بقينا بنتكلم مع المريض، احنا خد بالك يا دكتور ايمن دلوقتي داخلين انفيجن جامده جدا في الفيلر والبوتوكس، يعني دكاتره الاسنان ابتدوا يقولوا ان احنا احسن ناس نقدر نعمل ده كمان. بس يعني ناهيك ان انا لسه ما وصلتش لمرحله البرفكت ان انا اقول ان دكتور الاسنان يقدر يعملها بشكل بيرفكت. الشكل العظم والزراعه في بريتش هتسهل جدا على المريض اللي عايز يعمل تجميل للشفاف او فيلر او بوتوكس ان هي تستمتع جدا ان شكل وشها اتدرس كويس. فاخر نقطه بس عايز اوصلها ان انا بعد ما كنت بتكلم مع الدكتور بتاعي انت بتحط الزرعه فين، بيتساله انت بتحط الزرعه فين، ونبدا نشوف العظم حواليها، هل محتاج تدعيم من هنا، هل شكل الوش هيبقى هنا، هل الزرعه هتبقى على الطرف خالص فالعظم هنا هيبقى رفيع فشكل الوش هيهدى. بقينا ندرس ده ونشتغل عليه وده مهم جدا. ازاي نطور الفريق العمل الخاص هو فريق عمل بالزراعه فريق ده مجموعه دول بتوع الزراعه صحيح يعني دول مش الدكتور، انا بتكلم على ايه دول بقى. بص يا الفريق ده عباره عن ايه، انا هوضح لك نقطه عشان نقطه فريق العمل دي خطيره واحنا اتكلمنا عنها كتير، ويمكن احنا من اوائل البرامج اللي اتكلمنا على فكره ان الاسنان اتحولت لعمل جماعي. طبعا لو انا عندي مريض شرحت له الخطه العلاجيه وقلت له ان انت هتدخل قسم الزراعه، قسم الزراعه ده فيه 3 متخصصين، منهم واحد للجراحه، واحد لعلاج اللثه، واحد للتركيبات. انا اللي لازم اقول لكل دكتور امتى يدخل وامتى يخرج، امتى يكتفي بده وامتى يعمل لي حاجه افضل. طب لو سبته للثلاثه دول من غير ما انا ابقى موجود هيحصل دايما كونفليكت في التريتمنت بلان، ان كل دكتور ابتدى عايز يطلع الحته بتاعته احسن حاجه فيتدخلوا مع بعض. احنا مش محتاج دي، انا عايز ده اللي يخش دلوقتي. فتاني نقطه بناكد عليها، هتقابل مثلا في قسم الزراعه 4 دكاتره، منهم اهم واحد اللي انا اتكلمت عليه النهارده بتاع علاج اللثه اللي هو مهم جدا جدا جدا، بس لازم تسال عليا او لازم تطمن ان انا موجود حواليك او في الاطار، لاني لو اختفيت خالص هنكتشف ان انت بتعاني من تداخل التخصصات دي وان الخطه العلاجيه ابتدت يحصل فيها نقط ضعف زي ما بيقولوا. فاحنا بنأكد واكدنا على ده، وجود الريستوراتيف دنتري او وجود الدكتور اللي انت رايح له لازم يبقى متواجد معاك. فكره ان الدكاتره يتخيلوا ان مهنه طب الاسنان دي مهنه بزنس، افتح فرع واثنين وثلاثه واربعه وابقاش موجود فيهم خالص واسيب دكاتره تانية تشتغل، دي ازمه عندي لازم انبه فيها الناس. دي كارثه بالظبط كده، دي كارثه كبيره. مش بس في الاسنان، في اي فرع، في كل حاجه. بس في الاسنان بقت خطيره، لان يا دكتور ايمن الناس بقت تستسهل قوي. انا مش مهم ابقى موجود مع العيان بتاعي، ادخله للقسم ده يشتغل. فانا بقيت اشوف لا، وان انا اصدر يعني الناس لسه ما عندهاش الخبره تشتغل مكاني، دي نصيبه سودة. وحتى لو عنده يعني الخبره بس مش دارس كل حاجه، مش عارف كل حاجه. المصايب بتيجي درجات، ما هو انت قلت درجه صحيح، لكن انا قلت الدرجه الأسوأ. صحيح يعني انا فعلا قابلت بيشنت راح للكلينك، هو راح لدكتور معين عارف ان هو شاطر، ما قابلوش خالص، ما شافوش، ولو شافه مره واحده بالصدفه. طب فين الادفانتج اللي انت خدتها؟ يعني انا بقول لهم دايما امال انا يعني انا ببذل مجهود غير طبيعي دكتور ايمن عشان احافظ على فكره ان انا لازم اشتغل بايدي. طبعا لازم اشارك، لازم اعمل حاجه اوري لازم المريض. اي خطوه لو انا مش بعملها انا لازم ابقى عارف انها بتتعمل. هي دي يا دكتور ايمن، يعني انا مثلا ما احنا بتاع زراعه بيعمل زراعه، لكن انا ببقى اللي شايف الخطه العلاجيه وعارف ان الزراعه دي بتتعمل دلوقتي وعارف النوع وعارف الشكل وعارف ان اتعمل له سي تي وعارف كل حاجه اتعملت لا يا دكتور ايمن انا كمان عامل في السيستم البريتش ان انا لازم ابقى موجود في خطوات معينه الخطه تقف لو ما تواجدتش فيها. يعني مثلا يا دكتور ايمن تصوير السرك السرك، واحنا الجهاز ده زي ما حضرتك عارف قد ايه الادفانتج بتاعته، انا اللي لازم اصور. ليه؟ لان في نقط معينه لو انا ما صورتهاش هخسر كتير فيها. فزي ما اتفقنا ان فريق العمل بتاع الزراعه مهم يتطور جدا، لكن مهم ان الدكتور اللي انت رايح له تلاقيه وتسال عنه وتعرف ان هو متابعك ويقابلك بعد كل خطوه. لو سالتك عن نسب النجاح والفشل هيبقى سؤال تقليدي، انا عايز اسالك على ايه اللي يخلي النسب تزيد او تقل.
النقطة اللي احنا اتكلمنا فيها ده جزء، دي اهم نقطة ان انت فريق العمل متواجد بكل افراده بالقائد اللي موجود معاهم، ده مهم جدا. طب ايه تاني؟ احيانا سن الحالة الصحية. لا السن لا السن، انا ممكن يدخل لي شاب عنده 20 سنة تبقى نسب نجاح الزراعة عنده اقل من واحد عنده 80 سنة. امال ايه اللي يفرق شوية؟ التدخين. كل ما التدخين يزيد بكمية كبيرة الهيفي سموكرز نقل شوية نسب النجاح. السكر لو uncontrollable يعني لو انا مش بتابع السكر بتاعي خالص نسب النجاح بتقل، ده بالنسبة للمريض. بالنسبة للدكتور عنده نوع الزرعة لازم يستخدم زرعة نسب النجاح بتاعتها عالية، ونسب النجاح بتاعت الزرعات يا دكتور تقارن جدا، دايما بحب المثال ده العربيات. في مرسيدس وفي بي ام وفي، انا مش عايز اقول اعلانات خلاص يعني بس اقصد في انواع عربيات عالية جدا وفي انواع عربيات عادية، ودي عربية ودي عربية. الزرعات كده برضو كل ما الجودة الكواليتي بتاعت الزرعة تتحط كل ما الرفاهيات في الزرعة تزيد نسب النجاح بتاعتها تزيد. طبعا دراسة الدكتور وجود المتخصصين ده كله يعلي نسب النجاح جدا. التوكيل كمان له دور، قصدي في الأسنان اعتقد يعني انا بتكلم على الأسنان ما بتكلمش على حاجة تانية. الناس هو مثال بس لا مثال يعني الإفيه يعني الأفية تحكم عشان يعني نروح بقى اللي التجميل كمان. هل التجميل بقى عالم منفصل عن الزراعة؟ بتاعي لا، التجميل لا ينفصل عن الزراعة تماما. ده أنا يعني في كل بلان يا دكتور أيمن ألاقي الزراعة دخلت في جزء والتجميل دخل في جزء، شوية ساعات نشتغل تجميل بس أقصد خلاص هو لا ينفصل. طيب خليني أتكلم وأرجع 10 دقائق لورا في الحلقة بتاعتنا وأفكركوا إن إحنا قلنا إن شكل الوش بيفرق في الزراعة عندي، يعني التجميل متداخل تماما مع الزراعة. يعني دلوقتي وأنا بعمل الزرعة بشوف هحطها فين عشان الكرام بتاعها هيبقى شكله حلو ولا وحش، اللي هو الشكل الخارجي. وانا بعمل التجميل ناهيك بقى دكتور ايمن عن جميع الاقسام المتداخله في حالات التجميل. وانا النهارده هفضل اكرر ده ومش هزهق، لو الدكتور مش متواجد مع الاقسام دي وابتدى يوزع كل دكتور في الدور بتاعه ويشوف العيان بعد ما يخرج من الحاله دي قابلها فيدخلها للقسم التاني وهكذا، هنحصل ازمه في حالات التجميل في مصر. ليه يا دكتور ايمن؟ احنا اتكلمنا قبل كده في فكره الكاستمايزيشن، ان احنا بنصمم بقى على كل مريض كاستم ميد حاجه ليه هو، مش بنعمل حاجه ثابته فالناس عارفه هتعمل ايه. فانا عايز اقول لحضرتك مثلا لو ابتدينا نشوف حالات التجميل بتاعتنا، هشرح لك في كل حاله من الحالات بتاعتنا. يعني مثلا الحاله دي انا كان عندي فيها كذا حاجه لازم تتدخل. اول حاجه لو بصينا على السنه اللي في الوسط اللي هي اللي بيسموها السنترال فيها تاكل، يبقى انا قبل ما هشتغل هدخلها لمين؟ لمتخصص الحشو. أرجوك قولي السنة دي الحشوة اللي فيها دي لما تتغير هتأثر عليها ولا لأ؟ قالي والله هغيرها. فيبدأ يشيلها ويسلمني السنة دي بحشوة جديدة سليمة. يبقى ده ملوش علاقة بفكرة ان انت هتجمل تعمل أسنان حلوة أو أسنان وحشة، انت لازم تحافظ على أسنان المريض شوية. طيب معلش أنا عايز الناس تركز معايا في التفاصيل شوية. لو بصينا على الست أسنان الأماميين اللي هم الثلاثة الناحية دي والثلاثة الناحية دي هنلاقيهم طالعين لبرا وظهرين. الدروس الخلفية الصغيرة اللي ورا دي يا دكتور أيمن هتحس إن هي مستخبية لجوه، عاملة لنا حاجة ممكن دكتور أيمن هو الوحيد اللي يبقى فاكرها، الباكل كوريدور. الباكل كوريدور الجزء الشارع الخلفي ده. يبقى المريض ده بيعاني دهليز. الدهليز ده زي ما حضرتك بتقول. طيب يبقى أنا عايز أعمل للمريض إيه؟ المريض ده بيعاني دايما أو المريضة الجميلة دي بتعاني من إيه؟ من إن أنا لما بضحك ابتسامتي باينة صغيرة. مفيش أسنان كتير مرسومة فتبين لي ابتسامتي حلوه. طب انت عارف يا دكتور ايمن ان الجلف ارياز اللي هي دول الخليج السعوديه والكويت والامارات وقطر و الدول دي المريض بيحب فيها جدا، وده اللي احنا قلنا ان احنا بنصمم لكل دوله اللي احنا فاهمين ان هو بيحبه. بيحبوا جدا الوايد سمايل، ان ابتسامتي تبقى عريضه زي ما بيقولوا واسعه. واسعه الثغر بيقولوها في دوله صبحه، ابتسامه صبحه. يقول لك واسعه الثغر بالظبط كده، يعني مبتسمه الثغر. هم ليهم شعر بقى بالظبط كده، واحنا بنصمم لهم ده وعارفين هم بيحبوا ايه كويس. فابتدينا نركز قوي في فكره ان انا لازم اعمله اللي هو بيحبه، انا عارف هو بيحب ايه فلازم اصممه له في بريتش، ودي بقت الفكره بتاعتنا. فلازم اطلع الدرسين اللي جوه دول لبره وافرد الابتسامه وارسمها عشان المريضه دي تحس بقد ايه ان ابتسامتها حلوه. طب تعالوا نشوف الصور بعد،
خلينا نشوف الصوره اللي بعديها عشان نثبت الباقه الكوريدور اكتر او عشان فكره نشوف الوايد ايوه بص يا دكتور ايمن دي بقت لما تبتسم الابتسامه ماليه الاسنان ماليه الابتسامه وهي كان هنا مكسوفه شويه لو ضحكت ضحكه يعني ممكن نشوف الصوره اللي بعديها او قبل وبعد مع بعض هيبان لنا قد ايه ان لسه مش واخده هي لسه عضلات بقها ماسكه على الابتسامه القديمه ليه ايوه دكتور ايمن صح هي بتخاف عشان شكل دول كانوا وحشين قوي فلما بتسمايل وترسم كانت لسه مكسوفه وبتبتسم نفس الابتسامه اللي ما تبينش اسنانها قوي لو شفناه جنب بعض الاثنين لو شفنا دي قبل اول صوره وثالث صوره الاثنين جنب بعض هنلاقي انه واضح جدا يس. الفرق الكبير في اتساع الابتسامه دي الاخيره بالظبط الصوره الاخيره بالزبط. الصوره الاولانيه اللي كان فيها الجانبين القبل مظلمين بالظبط وعلى فكره الجوانب تبقى مظلمه بشكل اوضح لو الابتسامه بقى وسعت اكتر هي يعني لو المريض ابتسم فبيخاف يبتسم ابتسامه وايدنينج لان الاسنان مش ماليه ده فيبان سواد جوه بقه فيزعل من الابتسامه بالظبط كده يعني الفكره العامه هي نفس الفكره دي بس طبعا الصوره السمايل هي مش قادره تبتسم هنا ولا هنا انت عملت اي حاجه في اللثه طبعا اترسم طبعا ما هو انت عشان ترسم اسنان عريضه لازم ترسم لها البرواز تجهز لها البرواز اللي هي عاملاه وطبعا يعني بقى هي دي نقطه مهمه دكتور ايمن ان كل بيشنت بيبقى عنده رغبه معينه في حاجه البيشنت دي عايزه اسنان طبيعيه تماما فانا لازم اعمل اسنان فيها تعريجات توضح قد ايه الاسنان طبيعيه يبقى لو انا مش موجود ودخلتها لاي دكتور ابتدى يشتغل ومفيش تصميم ايه اللي هيحصل واضح ان المشكله كبرت انا زعلان لاني قابلت مرضى كتير بيشتكوا من ما انا بقول لك واضح ان المشكله كبرت على فكره اللي بدا هذه المشكله الخليج في الامارات تحديدا او في دبي تحديدا بدات تظهر ظاهره انه مركز له فروع ومش عارف ايه ومفيش حد بيتابع والدنيا يعني هي الفكره خلينا اوضحها يعني اللي بيفتح فروع لساندوتشات هو نفس الساندوتش هتاخده هنا الموضوع مختلف تماما لكن الطب ده شيء تاني يعني لازم انت تخرج العلم بتاعك وتشتغل شيء تاني. وما يتحولش البيزنس يعني فكره ان انت تحول المهنه دي البيزنس هنقابل فيها صعوبات كبيره لا يعني الاسنان ما ينفعش فيها جو مستشفى ما ينفعش مستشفيات ينفع مستشفى واحده انت طالع نازل فيها هي لا يعني اقصد اقول ايه يعني جو المستشفيات ما انا لما بروح مستشفى الفلانيه وليكن اسمي مثلا موجود في مصر انا بروح قصر العيني قصر عيني في قصر عيني قديم في قصر عيني الفرنساوي وفي لو في فرع تاني خالص تتفتح في اي حته تانية هروحه انا بروح للمستشفى يس لكن ده ما ينفعش في الاسنان ما ينفعش خالص وعايز اقول لحضرتك حاجه يا دكتور ايمن ان انا المريض اللي انا بعمل انترفيو صغير في بريتش قبل ما اقبل المريض يعني دايما انا كده بعمل انترفيو 10 دقايق عشان اشوف المريض ده يعني هيستفيد باللي انا هعمله ولا لا وانا برضه هو مناسب ليا ولا لا فالمريض اللي عايز كرواته وعايز يخش الدكتور واحد كده ده انا دايما بحس ان هو ما يصلحش للبريتش احنا نصلح للناس اللي عايزه تفاصيل وعايزه تتدلع وعايزه تاخد ديزاين وعايزه تستفيد بكل خبراتنا انا ضد المريض اللي عايز يروح يعمل مش عارف ايه والوقت بالنسبه له والكلام دوت والله حتى ما ينفعش الوقت هنلعب معاك فيه وهنشتغل ايوه بس في حدود وانك انت ما تاخدش نص قدراتنا وتسيب النص التاني عايزين كلنا نشترك انا مش جايب مش بقالي 5 سنين بجمع في تيم 23 دكتور عشان في الاخر ما اديكش سيرفيس اعلى ما يمكن فيها اعلى الجهاد انا في الاخر عايزك تجمع لي النهارده في الحلقه بتاعت النهارده وهنقعد نتناقش اخطر واكتر الحاجات اللي اضرت بعالم طب الاسنان في البروباجندا بتاعتها يعني هنقعد يعني ده اخر سؤال خلينا نتكلم يعني هنقعد نفكر كده ايه اللي ضر طب الاسنان انت تقول حاجه وانا هقول حاجه من وجهه نظري في البروباجندا او في الدعايه في عالم الدعايه يعني انا اعتقد انه في طب الاسنان في ناس فهمت الدعايه غلط طبعا يعني ده اعتقد هم افتكروا دكتور ايمن ان الدعايه دي هي العمل الوحيد لا يعني هم نسيوا ان انا بقول للبيشنت بتاعي من 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 مثلا من خلال برنامج الدكتور انا بعرف اعمل كذا لكن لازم تبقى قادر انك تنفذ ده لانك لو مش قادر ده هتبقى عندك ازمه في ثقه المريض المريض المصري ما ينفعش تضحك عليه بالظبط يا دكتور ايمن وانا دايما بقول للدكتور يعني اللي الفيصل بيننا وبين اي حد بيكلمنا نسب رضا المرضى بتوعنا بالظبط يعني يا دكتور ايمن لازم اخد نسبه رضا الناس عندنا فانا مثلا في اخر الشهر باجي اقول لهم جمعوا لي عندنا مثلا 100 عيان
98 راضين، طب خلاص سيبوا ال 98 دول وتعالوا نمسك الاثنين دول ونشوف نقدر نشتغل على ايه عشان نزود لهم الرضا اللي عندهم او المشاكل او الكومبلينز اللي قالوها في بريتش، فنقدر نسد نقط الضعف اللي عندنا فيه. انت نورتني النهارده وسعدتني كالعاده وابدعت. ابدعت صحيح، وخلتني احس ان دايما قعدتنا مع بعض وجلستنا الطبيه مع بعض بتبقى خارج نطاق التصوير. انا ببقى يعني كاننا قاعدين في الكلينيك وبنتكلم وبتاع، صحيح صحيح، وبتخرج من داخلي طبيب الاسنان. هو طبعا احنا يعني بنتكلم كده بره الهواء وبنتكلم كده جوه الهواء. انا بشوف ان مفيش فرق بين حديث بره الهواء وجوه الهواء. ضيف العزيز الاستاذ دكتور كريم ابراهيم كان في الدكتور، نورت يا دكتور. الله يخليك خليك دايما مع دكتور.